رحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية عام وأزهر. كان في مسائل بعتناها أو وضعناها على اليوتيوب وقلنا يوم الاثنين نبدأ نحلها لما نفكر فيها، وإن شاء الله نبدأ الحل كده مع بعض ونراجع الحاجات اللي كانت مطلوبة مننا. طبعا الناس اللي متابعة معانا إن شاء الله ما تنساش الاشتراك معانا اذا لم نكن قد اشتركنا من قبل. يبقى اللي ما اشتركش قبل كده اشترك معانا في قناتنا ان شاء الله مصطفى رجب خبير العلوم، ونضغط على الكل ونضغط على الجرس، نضغط على الكل عشان يوصل لنا كل جديد والحلقات كلها تبقى ايه منتظمة معاكم. وبدأت تنظم القائمة لان في بعض الناس طالبين تنظم. تمام، عندي السؤال الاولاني او المسألة الاولانية، جسم طوله، ركزوا كده في السؤال، جسم طوله 10 سنتي، خلاص وضع امام عدسة محدبة بعدها البؤري 15 سنتي. مسألة زي دي طبعا اول حاجة ارسم العدسة المحدبة، ركزوا معايا عشان نفكر هنحل ازاي. طبعا هنا المركز البصري حدده ازاي، بخط عمودي كده، خط عمودي، هنا بؤرة اصلية وهنا مركز ايه تقوي، هنا بؤرة اصلية وهنا مركز ايه تقوي. نبدأ كده نفكر مع بعض اهو، دي اول كلمتين بعملهم ب هو ميم وب هو ميم من مركز الايه البصر. يبقى انا ما ابصش الوقت بجسم طوله 10 سنتي، لا ده انا ابص الوقت البعد البؤري كام، 15 اهو، يبقى هنا 15 هنا 15 هنا ايه 15، دي اهم حاجة. خلاص يبقى كل قطعة ايه 15 سنتي. طيب الجسم طوله 10 سنتي، وضع امام هذه العدسة فتكونت صورة طولها 5 سنتي. يعني ايه الصورة اصغر من الجسم؟ متى تكون الصورة اصغر من الجسم؟ اذا وضع الجسم بعيدا عن مركز التقوي. خلاص يبقى دي الحالة هنا معروفة، خلاص المفروض اهو، يعني كده المفروض ممكن ما كملش بقى. طب اكمل ازاي يا مستر؟ نكمل شعاع موازي للمحور الاصلي، خلاص يحصل له ايه؟ ينكسر مرا بالبؤرة الاصلية. طب الشعاع التاني مر بالمركز البصري يسير على استقامته دون ان يعانى اي انقصار، فعلا الصورة طلعت صغيرة. يا استاذ انت بتقول ده 10 سنتي، اه ها الصورة تيجي كام الوقتي؟ تيجي حوالي 5 سنتي، فعلا فعلا الصورة تيجي نص الايه الجسم الوقت. خلاص يبقى الوقت هنا الاسهم، اوعى تنسوا الاسهم، اه انكسر هنا الشعاع مر بالمركز البصري يسير على استقامته، بيقول لي مع ذكر خواص الصورة، مع ذكر خواص الايه الصورة، رقم 1 و2 معروفة. ايه هي يعني معروفة يا مستر؟ يعني حقيقية ها مقلوبة، وده اللي حاصل في الصورة. سنك يا صورة مصغرة، كلام مهم جدا وشرحه بالتفصيل. عنوانك يا صورة رقم 4 تقع بين باء وميم، تقع بين باء وميم، مهم جدا هذا الكلام. نيجي المسألة الثانية، وضعت مرآة مقعرة أمام أشعة الشمس، خدوا بالكم السؤال ده يعني مكون من إيه؟ من جزئين، فتكونت صورة مصغرة جدا تكاد تكون نقطة على بعد كام؟ 10 سنتي. بنستفيد إيه من المعلومة ديت؟ إن أنا عرفت في هذه اللحظة أن البعد البؤري لهذه المرآة المقعرة كام؟ 10 سنتي. إشمعنى؟ لأن إمتى الصورة بتقع على البؤرة الأصلية؟ حينما تكون أشعة الشمس إيه؟ متوازية. طيب الأستاذ عايز إيه بقى؟ ثم وضع جسم أمام المرآة المقعرة على بعد 20 سنتي، يعني إيه برضه؟ أنا الوقت هنا لما عملت المرآة المقعرة أهو أمام أشعة الشمس طلعت لي هنا قاف، هنا باء، هنا إيه؟ ميم. لما حطيتها أمام أشعة الشمس ها الصورة جت لي عند البؤرة الإيه؟ الأصلية. إذا البعد البؤري طلع كام؟ 10 سنتي، القطعة دي 10 سنتي. ثم وضع جسم أمام نفس المراية على بعد 20 سنتي من المرآة المقعرة، يبقى انا هنا هحطها هنا بالظبط، هنا بالظبط. امتى؟ ها الجسم لو وضع على مركز التكور لازم الصورة تيجي عند مركز التكور ومساوية للجسم تماما. اذا الصورة بتيجي عند مركز التكور ومساوية للجسم تمام. وضح بالرسم خواص الصورة في الحالة التانية. خلاص احنا في الحالة الاولى لو احنا رسمناها هنرسم أشعة الشمس متوازية وهتتكون الصورة فين؟ عند البؤرة الأصلية، ده مش مطلوب رسمها. الرسم في الحالة التانية وده جاية في أكتر من محافظة
في السنوات اللي فاتت ومتوقع برضو يجي السنة دي. ليه؟ لأن فيها حتة فنية، الشعاع سقط موازي ينعكس مرا بالبؤرة الايه الأصلية أهو، تمام. الشعاع التاني مر بالبؤرة الأصلية، ايه اللي بيحصل له؟ ها، بينعكس موازي للمحور ايه الأصل أهو. يبقى الصورة اتكونت فعلا عند مين؟ مركز التقاوم. خواص الصورة 4 حاجات ما ننساهمش: 2 ثابتين حقيقية مقلوبة، ها، مساوية للجسم المرة دي، لأن بسأل الصورة أنت أخبارك بتقول لي مساوية للجسم. عنوانك يا صورة: تقع عند مركز التقاوم. يا جماعة الكلام ده مهم جدا ومسائل حلوة جدا ومهم. وضح بالرسم كيف تحصل على صورة تقديرية معتدلة مكبرة مرة من مرآة مقعرة، من مرآة مقعرة أقل من بعد البؤر. نركز كده في الرسمة اهيت، هنا المرآة المقعرة، هنا ب، وهنا ايه ميم. نركز الرسمة هنعمل ايه؟ هنا قاف، طبعا اقل من البعد البؤري يعني هنا اهو، يبقى الجسم هنا اهو. نركز بنعمل ايه؟ هتطلع لتقديرية معتدلة خلف المرآة مكبرة، يبقى الشعاع موازي المحور الاصل بيحصل له ايه؟ ينعكس مرا بالبؤرة الاصلية اهو، ينعكس مرا بالبؤرة الأصلية أهو. طب الشعاع التاني نحط المسطرة هنا وهنا، خلاص يعني نحطها هنا، بس بتبقى نقط بقى اهيت. إذا بتسقط هنا وبتنعكس على إيه؟ نفسها، لأنها مرت بمركز إيه؟ التقاوم. الصورة هتتكوني نتيجة امتداد إيه؟ الشعاعين دول، لأن أي صورة تقديرية بتنتج نتيجة امتداد الأشعة. إذا الصورة هتطلع لي تقديرية معتدلة مكبرة. خلاص يبقى الوقت خواص الصورة اللي كونت دي الصورة اهي. رقم 1 تقديرية وليست حقيقية، كلمة تقديرية توأمها معتدلة. خلاص سنك يا صورة بتقول لي أنا أكبر من الجسم يبقى مكبرة. عنوانك يا صورة تقع خلف المرآة. سؤال مهم: كيف نحصل على صورة تقديرية معتدلة مكبرة وعرفنا رسمناها ازاي؟ نيجي هنا للعدسة المحدبة، برضو الجسم هيبقى ايه؟ اقل من بعد البؤر، يعني قانون قانون. ها، نبدأ يلا، هنا ب وهنا ايه ميم، هنا ب وهنا ايه ميم. مهمة التلات قطع دول او الاربع قطع دول يكونوا متساويين. طيب انا عاوز احل المسألة، احلها ازاي؟ بنقول الجسم اقل من بعد البؤري عشان تطلع لي صورة تقديرية معتدلة. ده الجسم اهو، شعاع موازي للمحور الأصل، ماله؟ ينكسر مارا بالبؤرة الأصلية، قواعد أساسية في الرسم. طب وبعدين الشعاع التاني؟ الشعاع التاني مار بالمركز البصر، يسير على استقامته دون أن يعاني أي انكسار، ليلتقي من الخلف، والصورة تتكون وتكون إيه؟ كبيرة وتقديرية ومعتدلة. يبقى خواص الصورة نفس اللي هناك بالظبط، بس رقم 4 بس اللي مختلف. هنا تقديرية، نمرة 2 معتدلة، 3 مكبرة، 4 هنا تقع خلف المراية، هنا تقع في نفس جهة الجسم. مهم جدا المقارنة دي يا ولاد، هنا تقع في نفس جهة الجسم. دي كان آخر حاجة النهاردة. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وما تنسوش الاشتراكات والتعليقات، وعاوزين لايكات كتير عشان نكمل المنهج بإذن الله، ونحل مسائل كتير من كتاب الامتحان والأضواء بإذن الله. دور لكم على نسخة الأضواء، هي الامتحان اللي معايا نسخة منها. خلاص فبإذن الله نبدأ نحل مع بعض ونراجع مع بعض. ما تنسوش اللي ما اشتركش معانا يشترك، ونضغط على الكل بإذن الله، ونضغط على الجرس عشان يوصل لنا كل جديد بإذن الله، ونكتر اللايكات شوية، والتفاعل يكون كويس في تالتة إعدادي شوية عشان إيه؟ نتعامل سويا، والقناة بتاعتنا تنتشر على اليوتيوب بفضل الله أولا، ثم بفضل التفاعلات بتاعكم. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، ودي طبعا مسائل للعام والأزهر، وبعتبرها مسائل مستويات إيه؟ عليا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.